مرحبا واهلا فيكم. حدث اغتيال منسق القوات اللبنانية من قبل كما يعني بينت التحقيقات الأولية عصابة سرقة سورية ونقله إلى سوريا ومن ثم تسليم جثته من سوريا إلى السلطات اللبنانية مع ثلاثة من أفراد العصابة وما حدث في جبيل من أعمال انتقامية من السوريين، يعني حدث لازم نوقف عنده ونحاول نفهم دلالته. طبعا اللي ما شاف يعني ما تابع الأمور، مع أنه بتوقع كلياتنا شفنا الأخبار، تم اختطاف أحد قيادي حزب القوات اللبناني تبع سمير جعجع، وبعد ساعات أو ربما أكثر من يوم تم إعلامنا من خلال الإعلام أو عرفنا بأنه لقوا جثته في سوريا، وكانت يعني العملية كلها بهدف السرقة، سرقة سيارته. هي القصة فيها كتير من التناقضات، ولكن لا يهم، يعني أنا ما بيهم كيف مات ومين الفاعل بقدر ما بيهمنا اليوم شو الدلالات، شو بده يصير بعدين. هلأ بمثل هيك ظروف أنا يعني لازم أكد من خلال يعني خبرتي ومتابعتي وقراءاتي أنه ممكن يكون الفاعل طرف ثالث. يعني هل أنا عبن في التهمي عن السلطات السورية وحزب الله؟ الحقيقة ما عبن فيها، ولكن ما شفت في مصلحة حقيقة للنظام السوري ولمحور إيران في القيام بهذه العملية. هن كانوا يعني قاموا فيها بتوقع رح تأتي النتائج يعني عكس ما يتأمل. في هون قاعدة لازم ناخذها بعين الاعتبار، تعلمناها كمان خلال 10 سنوات الماضية، أنه بسياق الأحداث ما في شيء بيجي صدفة، وحتى إن كان هناك حدث ما يعني أتى من القدر سيتم الاستثمار فيه. مثل ما حكيت بأنه إذا بدنا ندرس الموضوع ونحط الأمور في سياقها، يلي هي واحد، شفنا بعد الحدث مباشرة صار أو ارتفعت الأصوات لترحيل اللاجئين السوريين، وحتى في مسؤول لبناني بتوقع هو وزير الداخلية قال هو رح يدقق، يعني هيك أجل الخبر، على منح الإقامات للسوريين في لبنان، وتم استهداف السوريين. يعني أول شيء طبعا نحن يعني بنأمل ما يكون في مثل هذه الممارسات من طرف محسوب أنه هو مع الشعب السوري، ولكن دائما بتيجي المصالح، يعني أولا مصالح المجموعة أو الجماعة، أولا مصالح البلد. بالنهاية ما حدا رح يدير باله علينا نحن كسوريين، وكل واحد بيستثمر بالاتجاه يلي بيشوفه بيخدم مصالحه. طب وين المصلحة هون؟ الحقيقة نحن بلبنان بدنا نتذكر بأنه توزيع القوى طائفي ومناطقي، والقوى اللبنانية المسيحية الحقيقة بتشوف من التواجد السوري في مناطق خطر عليه وخطر على التركيبة اللبنانية السياسية، ويشكل خطر أمني أيضا، لأن نعرف نحن معظم اللاجئين السوريين هن من المسلمين، فإذا كانوا هن في جزء كبير منهم مناطق المسيحيين فهذا بيهدد التركيبة السكانية، بيأثر على الأمن وبيأثر على السياسة ودور القوى المسيحية في حكم لبنان على المدى الطويل. لذلك القوى المسيحية يعني حتى مؤخرا شفنا، وحتى بهذا الموضوع شفنا التيار الوطني الحر هو يتفق مع قوات لبنانية، مع معظم القوى المسيحية، بضرورة إعادة اللاجئين إلى بلدانه. فبداية رح يتم الاستثمار في هذا الحدث كائنا من يكن الفاعل بتقييد وجود اللاجئين في لبنان ومحاولة إعادتهم إلى سوريا، حفاظا على يعني المناطقية في لبنان وعلى الدور المسيحي وما يسيطر عليه المسيحيون من المناطق ومن المحاصصة السياسية في لبنان. ما بدهم يرجع يتكرر ما حدث للفصائل الفلسطينية والحرب الأهلية والتاريخ المعروف. هذا أولا. الاستثمار الثاني بتوقع أنه اليوم القوى المسيحية حتى التيار الوطني الحر شفنا أنه مواقفه تقريبا يعني تحولت باتجاه القوى المسيحية الأخرى، وأصبح في هناك عدة اشتباكات في المصالح بينه وبين حزب الله. وعموما القوى المسيحية هي هواء غربي، يعني هي مع الحلف الغربي، يعني مع المبادرة العربية اللي هي رأس الحرب اليوم للمبادرة الغربية أو تصور الغربي للحل في سوريا، أي تنفيذ يعني القرار 2254 من خلال مبدأ الخطوة خطوة، والمطالبة بإعادة اللاجئين
هو واحد من الضغوط التي تطبق على النظام السوري. هلا النظام السوري هون بدنا نحكي انه اذا كانت هيك النتائج هل هي تخدم النظام السوري؟ يعني الحقيقة مهما فكرت كثير شو مصلحتهم يخطفوا لها منسق القوات ويقتلوا بهذه الطريقة، ما لقيت مصلحة محددة. لذلك أنا برجح فكرة الطرف الثالث. النظام مو بس مو مصلحته اليوم، لن يقبل أبدا بإعادة أي لاجئ بدون ثمن. النظام الحقيقة بيشوف ورقة اللاجئين السوريين هي ورقة مقايضة وتفاوض على بقائه في السلطة وعلى حصوله على الدعم المادي وغير المادي لتوطيد أركان سلطته وحكمه في سوريا. يعني هو لن يعيد أي لاجئ يعني على كيفه إلا في حال تم اتفاق على استمرار حكمه وحصوله على موارد لكي يستطيع يعني بجزء من هذه الموارد أن يؤمن يعني ما يلزم لهؤلاء اللاجئين، ويستخدم الجزء الأكبر لتوطيد دعائم حكمه واستعادة السيطرة على سوريا. وبالتالي لن يقبل، وليس من مصلحته اليوم أن يثير هذا الموضوع من لبنان كما هو مثار في الأردن ومثار في تركيا. يعني كلهم بده يرجعوا اللاجئين، وإعادة اللاجئين دائما لازم، نحن المنادات بإعادة اللاجئين لازم ننظر لها كورقة ضغط قوية على النظام السوري. بضل هون يعني نحن يعني شو موقفنا يعني إذا كان عندنا أي تأثير؟ الحقيقة نحن ما بدنا نضل بلبنان، ونحن ما بدنا نضل بالأردن ولا بتركيا. نحن ننادي مع أي صوت يدعو إلى إعادة اللاجئين وفق يعني القرار الأممي والجهود الدولية بتنفيذ القرار 2254. يعني إذا جديا كانوا السوريين بشكل خطر على القوى المسيحية في لبنان، على لبنان كدولة، على تركيا، على الأردن، نحن ما رح كثير نناقش في هذا الموضوع. بدنا نقول أنه أنتوا أدرى ببلدانكم، ولكن على من يرانا خطر، نحن يعني لا حول لنا ولا قوة، أن يوظف كل إمكانياته للدفع باتجاه تطبيق القرار 2254 الذي هو الضمان الوحيد والطريق الوحيد لإعادة اللاجئين إلى سوريا. يعني حتى مو بس النظام ما بده، حتى شفنا كثير من التقارير الأممية والدولية التي تقول أنه سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين. فالموضوع مسدود من كل، يعني الأبواب مسدودة كلها من كل الأطراف. يلي بيفتح الأبواب هو إنجاز التغيير السياسي، واستخدام القوى المسيحية في لبنان لهذا الحدث كائنا من يكون وراء الفاعل للضغط على النظام لإعادة اللاجئين وفق مسار تطبيق القرار 2254 هو أمر جيد ويصب في مصالح. هلأ بيضل في يعني احتمال أخير لازم نفكر فيه، مع أنه أنا بستبعده، أنه ممكن الفاعل إذا كان النظام و يعني محور إيران أنه يريد استمرار النزاع والصراع وتوسيع دائرة الصراع. ما عندي أدلة على هذا الموضوع، لأن أيضا ما بتوقع بيخدم مصالحهم. ممكن يقوموا بهذا الفعل الاستفزازي لكي يرد الطرف الآخر، ويعني نصبح في دائرة أخرى للصراع فوق كل الدوائر الموجودة في سوريا. بالنسبة للسوريين لا شك أنه بين الحين والآخر يعني ممكن نشهد أيام تكون صعبة على السوريين بعدة مناطق، ولكن ما بتوقع الأمور راح تتصاعد كثيرا تجاه السوريين، يعني في حال لا سمح الله صار شيء آخر. بس ما ننسى أنه أصوات إعادة اللاجئين إلى سوريا يعني ما وقف هذا الصوت والدعوات طوال الفترة الماضية، هو بيرتفع وبينخفض حسب الأحداث وحسب الظروف، ولكن هو مطلب أساسي لبناني للدولة اللبنانية وللقوى الموجودة ضمن لبنان، القوى السياسية خاصة في الطرف يعني المقابل للمحور الإيراني، لمحور المقاومة والممانعة في إيران، يعني النظام السوري وحزب الله وحركة أمل إلى آخره. هلا هون خلصنا التسجيل الأساسي، هي دردشة ما بعد التسجيل، ما رح طول عليكم. أول شيء في تعليق، عرفت مبارح ودول حضارة إسلامية بده يجوا بعض يعني المتابعين ويعترضوا، ففي أجا هذا التعليق على سبيل المثال، ما في شيء اسمه حضارة إسلامية، ولا لازم نسمع بالحضارة المسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية، أنه الحضارة تتبع القوميات أو الدول ولا تتبع الأديان. والحقيقة هاي مغالطة كبرى، ودائما أنا من الناس لليوم على فكرة أي موضوع تحكي فيه حتى لو كان بموضوع الأخبار العادي وتحليل الأخبار أو بموضوع يتعلق بالتاريخ والعلوم، فيعني بقضي ساعات قبل ما أحكي فيه بالقراءة، مراجعة المراجع. هذا التصور يعني يلي كل واحد عنده تصور، الحقيقة إذا بيراجع حاله ما بيعرف من وين جاي.
فدائما نوقع بمغالطات، ونحن اليوم بحاجة لتوحيد الرؤى، ويعني يكون في تعريف على الأقل نحن متفقين عليه. ما فينا نقول ما في حضارة إسلامية أو الحضارة تتبع للقوميات، لأن الحقيقة الحضارة اللي صارت بهالمنطقة اللي كانت غالبيتها يعني مسلمين، خلينا نقول من 14 قرن خلال 14 قرن من الدولة أطوار الدولة الإسلامية، ما كانت عرق واحد. ما فينا نقول والله حضارة عربية على سبيل المثال. يعني امبارح رفعنا بعض المراجع للمنتسبين لعضوية القناة حول علماء مسلمين أو هن كنائين بعلماء عرب، ولكن في كثير منهم هن فارسيين على سبيل المثال، وحتى سكان المنطقة ما هن عرب. نحن بنعرف متعددي القوميات، وهذه القوميات كان لها أدوار مختلفة في أطوار الدولة الإسلامية. بالإضافة أنه لا، في حضارة مسيحية، يعني كل ما جرى في أوروبا بعصر النهضة ينسب إلى المسيحية، وهو يقول تأثير الحضارة المسيحي على الغرب، يعني هذا في أدبيات الحضارة. وإذا بدنا نرجع للمراجع لحتى يعني ما يكون كل واحد يحكي من بنات أفكاره، إذا بدنا نرجع لمرجع مهم يلي هو قصة الحضارة، معروف المرجع بيعرف لك الحضارة بأنه الحضارة تتألف من أربع عناصر: الموارد الاقتصادية والنظم السياسية والتقاليد ومتابعة العلوم والفنون، وهذا كان متوفر بكل أطوار الدولة الإسلامية. هلأ إذا والله في ناس بتنزعج من كلمة الدولة الإسلامية، وهذا طبيعي لأن غالبية الناس كانوا مسلمين، ما في يعني ما بيضرنا حتى لو كان غير المسلم يعترف بهذا الموضوع، يقول الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية. بالنهاية يعني هي بالنهاية رح ترجع لي دولة أو طور من أطوار الدولة الإسلامية. هلأ نهاية رح أرفع لكم اليوم مراجع أو يعني خلينا نقول كتب إذا كنت تستأنسوا فيها، باعتبار كان كلامنا عن لبنان. عن لبنان في مرجع فينا نتيح أو تحميله، أنه ممكن تحملوه، هو مرجع مهم: تاريخ لبنان الحديث، مؤلف من ثلاث أجزاء لملحم قربان. هذا ممكن نتيحه للتحميل. وفي كتاب آخر اسمه عائلات حكمت لبنان، حتى نعرف أصل العائلات أو نحطهم على طرف. يعني طبعا هالكتب كبيرة وما فيكم كل يوم تقروا كتاب مثلا 600-700 صفحة، ولكن مهم الواحد يحتفظ فيهم بمكان أو تحطوا شورت كات على محل ما هن موجودين في مكتبة القناة، لحتى وقت بدكم تحكوا بموضوع أو تطلعوا عليه يكون عندكم هذا المرجع. ونشوف كل عائلة من العائلات في لبنان من خلال كتاب عائلات حكمت لبنان نطلع عليه، بالإضافة لكتاب رابع باعتبار عيد ينعاد عليكم وكل عام وأنتم بخير، عيد سعيد، عن باعتبار كتراني الاغتيالات في المنطقة. راح نحط كتاب للإطلاع أشهر الاغتيالات في العالم. بتمنى لكم عيد سعيد مرة تانية وكل عام وأنتم بخير، وشكرا للمتابعة، وإلى لقاء في تاريخ قريب. يعني يمكن عطل يوم يومين حسب الأحداث، وبنرجع بنلتقي عما قريب إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء. يمكنك امتلاك السماحية للوصول إلى مكتبة القناة من خلال الانتساب إلى العضوية والرابط في صندوق الوصف.